ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي للسويد. الهجرة تعمل على ترحيل 2000 عراقي. مبادرة اس اي مابلر ضد الغلاء. في روس وفي ابو كاس. اهلا وسهلا بكم الى نشرة اخبار الكومبس من ستوكهولم، معكم علاء يعقوب. في خطوة متوقعة وبعد اشهر من التهديدات، اعلن جهاز الامن السويدي سابو اليوم عن رفع مستوى التهديد الارهابي للسويد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة على مقياس من 5 درجات. ويشير المستوى الجديد الى وجود تهديد ملموس واحتمال عال لامكانية شن هجمات ارهابية تستهدف البلاد، وهو أعلى مستوى تصله التهديدات منذ العام 2016. رئيسة سابو شارلوت فون قالت إن التهديدات ارتفعت هذا العام نتيجة تداعيات حرق المصحف وتحول السويد إلى هدف ذي أولوية للمنظمات الإرهابية. وأكدت أن رفع مستوى التهديد اعتمد على تقييم استراتيجي طويل الأمد، لافتة إلى التهديد الحالي الذي سيستمر لفترة أطول من الزمن. ودعت رئيسة سابو المواطنين إلى الاستمرار في عيش حياتهم كالمعتاد، مع الانتباه إلى ما تقدمه السلطات من معلومات حول الوضع الراهن. قوات الدفاع السويدية حذت بدورها حذو جهاز الأمن وقررت رفع التهديد الإرهابي الذي يواجهها من الدرجة الثالثة إلى الرابعة. رئيس الوزراء أولف كريسترسون دعا في مؤتمر صحفي السويديين إلى عيش حياتهم كالمعتاد، ولكن مع توخي المزيد من اليقظة. وأعلن أن سلطات بلاده تعمل بجهد لمواجهة التهديدات الإرهابية، كاشفا عن إحباطها هجمات إرهابية سابقا. ولم تتضح بعد تأثيرات قرار جهاز الأمن على عمل الشرطة والإدارات المختلفة، لكن الخبراء يؤكدون أن ارتفاع التهديد يحتم تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والإدارات لحماية السويد ومواطنيها. الوضع الأمني المتدهور خرقته أزمة سياسية، إذ وجد حزب الليبراليين نفسه وسط ورطة لم تكن في الحسبان بعد تصريح لأحد نوابه تضمن تمييزا واضحا وصريحا بين فئات الشعب السويدي. النائب عن الليبراليين كارل هاملتون قال إن حزبه لن يصوت على إقالة ريكارد يومسوف من رئاسة لجنة العدل بعد تصريحاته المسيئة للمسلمين، ولكن إذا تكررت مثل هذه التصريحات بحق اليهود فإن موقف حزبه تجاه التعاون مع حزب ديمقراطي السويد سيتغير. وسارع الحزب الليبرالي بعدها إلى محاولة حصر الأضرار السياسية عليه عبر النأي بنفسه عن تصريحات نائبه ودفعه إلى الاعتذار. الكومبس تلقت بعد التواصل مع حزب الليبراليين رسالتين، الأولى من رئيسة مجموعته البرلمانية تتبرأ فيها من تصريحات هاملتون، والثانية من مكتب رئيس الحزب يوان بيرشون نفسه، تضمنت اعتذار النائب عن تصريحه وفعلته. وقال هاملتون في رسالته: لم تكن نيتي أبدا تصنيف الأديان المختلفة، كان كلاما متهورا وخاطئا، وأود أن أعتذر لأولئك الذين شعروا بالإساءة. وحظيت تصريحات هاملتون أمس بردود فعل منددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سياسيين وصحفيين وكتاب، وكذلك من جمعيات دينية إسلامية ويهودية. وفي السياسة أيضا، عملت الحكومة السويدية الحالية منذ تشكيلها العام الماضي على تشديد سياسة الهجرة، وكلفت مصلحة الهجرة بتكثيف العمل على ترحيل من رفضت طلبات إقامتهم في السويد وتشجيع عودتهم الطوعية إلى أوطانهم. مواطنون عراقيون مقيمون في السويد اشتكوا من حملة تستهدفهم من قبل مصلحة الهجرة لاستدراجهم وترحيلهم إلى بلادهم، وهو ما نفته المصلحة في لقاء مع الكومبس. ولكن أرقاما تلقتها الكومبس من مصلحة الهجرة نفسها بيّنت فعلا أن مواطني العراق يحتلون المرتبة الأولى بين المقرر إبعادهم من السويد. وأظهرت الأرقام أن الهجرة تعمل لترحيل أكثر من 2000 عراقي، بينما احتلت إيران المرتبة الثانية على القائمة مع 1600 مواطن مقرر ترحيلهم، وأفغانستان ثالثة مع أكثر من 1500 قضية. ويذكر أن عدد القضايا المفتوحة للترحيل يضم قضايا العودة الطوعية وكذلك القصرية. وقد كثفت مصلحة الهجرة عملها على ترحيل وإعادة المهاجرين ممن رفضت طلبات إقامتهم بعد توجيهات تلقتها من الحكومة الحالية، وذلك
بموجب سياسات الهجرة المشددة التي تضمنها اتفاق تادو بين أحزاب اليمين الأربعة. وفي سياق ليس ببعيد، يعاني الأشخاص المولودون خارج السويد من مشاكل أكبر في بيئة عملهم مقارنة بالأشخاص المولودين في الداخل حسب ما كشفته مصلحة بيئة العمل السويدية. وأظهر تقرير جديد صادر عن مصلحة بيئة العمل أن 12% من الأشخاص المولودين في الخارج يتعرضون للتنمر في العمل مقارنة ب 6% فقط من الأشخاص المولودين في السويد. كما يشعر الأشخاص المولودون في الخارج بأن لديهم مهاما كثيرة عليهم القيام بها في العمل وأنهم سئموا من عملهم، وذلك بشكل أعلى من زملائهم المولودين في السويد. محلل في مصلحة بيئة العمل تحدث عن توزع العاملين المولودين في الخارج بشكل مكثف في قطاعات معينة مقابل وجود عدد أكبر من المولودين في الداخل في قطاعات أخرى، واعتبر أن طبيعة العمل ونوعه قد تؤثر على تجربة الشخص وشعوره تجاه عمله، وتفسر الاختلاف القائم بين المولودين في السويد والمولودين خارجها. ولكن المصلحة شددت على أهمية السعي بانتظام كي يتمتع كل شخص ببيئة عمل جيدة في السويد. وفي خبرنا الأخير، افتتحت ستوكهولم أمس فعاليات مهرجانها الثقافي مع عروض فنية منوعة تنقلت بين ساحات مختلفة في وسط العاصمة التاريخي، واحتشد عشرات الآلاف في ساحة غوستاف أدولف لمشاهدة حفل فني ضخم شارك فيه مجموعة من نجوم الفن من السويد وأوروبا، بينهم السويدية لورين الفائزة بمسابقة يوروفيجن. ارتفاع المخاطر الأمنية على السويد لم يمنع سكان العاصمة وزوارها من الاستمتاع بنشاطات ترفيهية مختلفة استمرت لساعات طويلة من مساء أمس وسط حضور كثيف للشرطة وحراس الأمن. وتتواصل فعاليات المهرجان حتى نهار الأحد المقبل، وبينها حفل عند الخامسة من بعد ظهر السبت في ساحة غوستاف أدولف للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي التقتها الكومبس في مقابلة خاصة تنشر مساء اليوم الخميس. هاي أنا كارول سماحة، لقوني يوم السبت بحفل كتير كبير بستوكهولم 19 أغسطس الساعة 5 بعد الظهر، كونوا كتار. نشرتنا انتهت، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبس.س. إلى اللقاء. مبادرة SA مابلر ضد الغلاء. فيروس أوف في أبوكاس.